sampai nanti. النظر إلى العورات يحرم المسلم على المسلم كل المسلم على المسلم حرام. كامل تلو العورات. كتربان هم خاطين نك إسلام نك تاو نك إسلام نك تي. يعني هذا في بيت الآن لا يمكن أن آتي وأنظر إلى داخل البيت. تودي هذا شيء دكتور. كم أنت تبتين أنا من نك أريد أن تلوب مر. ولا يمكن أن أسأل أولا الولد أقول ماذا يصنع والدك في البيت هل يتشاجر مع أمك أو لا هل لديكم طعام أو لا كذلك لا يمكن أن المسلم يأتي إلى شيء في البيت وينظر إليه لا هذا يمنع منه الشرع لأن الذي ينظر في بيت الآخرين حق لهم أن يفقعوا عينه نعم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يمكن أن أخذ تليفون الأخ وأفتش فيه ماذا في ماذا ينظر في ماذا يتكلم نعم